صباح النور، صباح الجمال على كل متابعي اليوم السابع. معكم محمد سليمان، مدير مكتب اليوم السابع بكفر الشيخ. النهاردة الثلاث الموافق 2 فبراير 2021، زي ما انتم شايفين شبورة كثيفة على شوارع وطرق محافظة كفر الشيخ، سواء في قلب مدينة كفر الشيخ أو على الطرق الرئيسية، سواء الطريق الدولي الساحلي أو رافد أو روافد الطريق الدولي الساحلي، بلطيم، كفر الشيخ، كفر الشيخ طنطا، الطريق الزراعي كفر الشيخ القاهرة، والطرق ما بين مراكز المحافظة. الشبورة كثيفة، هناك تحذيرات من إدارة مرور كفر الشيخ للسائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة. الحمد لله لم تسجل غرفة عمليات المحافظة أو غرفة عمليات الإسعاف أي حوادث على الطريق، برغم كثافة الشبورة زي ما احنا شايفينها دلوقتي قدامنا. وناشدت إدارة مرور كفر الشيخ السائقين بتوخي الحذر، ومنعت إدارة مرور كفر الشيخ السير على عدد من الطرق بالمحافظة، ومنها الطريق الدولي الساحلي، تحسبا لوقوع حوادث، خوفا على صحة المسافرين وعلى السائقين. شبورة كثيفة زي ما احنا شايفين، شبورة كثيفة زي ما احنا شايفين على الطريق، على طرق محافظة كفر الشيخ المتعددة. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة لكل المسافرين. نتمنى من كل متابعينا، متابعي اليوم السابع، من السائقين أو المسافرين توخي الحذر لكثافة الشبورة على الطرق. نتمنى من كل المسافرين توخي الحذر. زي ما احنا شايفين شبورة كثيفة على الطرق.